أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أو مع نبي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها. إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل مع غير المفرد وبكل لغير مثنى، إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له، إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند، ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وجمع أو جمعهما غير مضافة. لم درس لا باسي تأكيدي معنوي لكن تبعة تأكيدي معنوي قصي زورتري لسالة تاوكو تأكيدي لفزي. تأكيدي لفزي بلين كاري توزك بخيرة بلا كاري توزك بخيرة لكلا زور باشا. أفرمي أوك راجع أبو درسي بيشوك أفرمي، والتوكيد وهو إما لفزي أو معنوي. تأكيد يا لفزي دبي يا معنوي، وهو معنوي على أبا بابتان دبن، يعني أو الفازاني كلا تأكيد معنوي دا بكار دقيرين، چونك هموش تيك بكاري تأكيد معنوي نايا برا الفازن أم الفازانة لأصل دا بدردي تأكيد معنوي دخن، وهو تأكيد معنوي كان بالنفسي بنفس دبيت زرت شاكا والعيني وبعينيش دبيت بمدوانا. اللي خزمتنا عرس كم شيخ ياسين برحمة إخوابيت هزار رحمة لقبري أفرمي أوك تأكيد بنفسه بعين ذكري بجوري تأكيدي معنوي كاتيك أم قيدة بيويستا أم بم قيدة كاتيك أم دوان بكار بيجيرن بمعنى الذات، يعني معنى الذاتي أوشتبن كتأكيدي ذكري توانا أو كاتيك ده فرمي اگر بكار جيران بمعنى چيكا وك مثلا بفرض مثال نفس بمعنى دم بيت تو دلي ارقت زيدا نفسه، يا عين بمعنى او عزوبه لاعزا كاني بني ادم كتشاوا وك دلي طرفت زيدا عينه، اتر او التأكيد نابه او كاتب بدل دبي. پس كاتيك نفس عين كتوت جاء زيد نفسه عينه وقت احمد قلت اما كاتيك كعين ما بس بيتشاوي زيد نبي نفس منظور بي خوين هي زيد نبي ما بس بي ذاتي زيد بن جا اگر بمعنى ذاتي زيد بن اما انا اغاكي بمعلم دبنا تأكيدي معنوي، وأجر بمعنى نفس بمعنى خويم بو وعين بمعنى تشاو بو يتدبنا بدل نابنا تأكيد أما خالك بيبست جاء عينيش بو تأكيد يعني بكاد جري مؤخرة عنها، حالي عين واحد بل لدوا نفسه بي هاي عنها برنو بو نفس دبي عين لدوا تشو بي لدوا نفسه بيت كي إن اجتمعتها أجر لقليه كابل اقل لقليه كان لنفسه عين استفاده ما كان عيني نابيته بيشو ما قاعده عين لدواه ده بنفذ له بيشو ده بيد ومطلبي تشيكش بو ام دوانك لمغني ده هر بحث مالك دوا لبحثي زائد بوني بيدا برهاني برز وخوشويست او تان عرس كمك النفس عين يكيكن لو انك اختصاصك يعني هي ايش اويك مجرور دبن ببي زائدة داشتوان يقول جاء زيد بنفسه بعينه هيج اشكالي تاني بل وتجمعان على أفعل مع غير المفرد باش أم نفس عين جمع دكرينا ولا سر وزني أفعل لقل غير مفردة، يعني أجر بو مفرد نبن واتا أجر مفرد بن نفس عين اگه مفرد نبون و حتی تصنیه و جمع بون هر دو کیان لسوز نی افعل دبه، هم تصنیه که لسوز نی افعل دبه هم جمع که لسوز نی افعل دبه، امش قاعده
مثلا تولي جاء الزيداني نالي نفسهما دلي أنفسهما آوة دلي أعينهما آوة مثلا وبكل لغير مثنى وتأكيد بلفظ كل ذكر أما بغير تسنية غير تسنية تلبيت مفرد وجمع وتكل أداتك لأداتك يعني تأكيد معنوي أما برزا تأكيد تسنية بيناكلة تأكيد مفرد بيناكلة وتأكيد جمع بيناكلة أمش مرجها إن تجزأ بنفسه أو بعامله فاعل تجزأ بغير مثناك أجر غير تسنية كمفرد وجمع قابلي تجزيو لتو باتكدنو ريشو بيجبو قابلي تقسيم بو خوي بخوي يا بهوي عاملكي بهوي عامل او غير مثنى هي كان هبو غير مثنى شنو او مؤكدا كبكل تاكيد ذكر يتواني كتسنيه بو كجمع ابو يا مفرد بو بشرتك بكل تاكيد ذكر يتواني كقابل تجزيه بيت خوي يا اصلا بهوي عاملكي اول شيء الشرح كذا مثال ما مدن بون بحسيناك بقى متى أرى السيد أنا ما بعث كده النفس عين كل وبكلا وكلتا له هي له برنو بو مثنى نقبو غير مثنى بو خدي مثنى وكلا وكلتا له بو تسنية بكاردجين يعني الفازي تأكيدي معنوين بو تسنية بكاردجين إن صح أمش مرجان هي إن صح وقوع المفرد موقعه هي موقعه ببرو بو مصنع ايش بشرت يك دروز بي مفرد لجي مصنع كداب نشت مثلا قلت والله جاء الزيداني دروز بي بلي جاء احد الزيديني دروز بيت اوا اول شرح كش داب بو من بحث زكاة وانيا وباشان واتحد معنى المسند معنى مسندك كعاملك يا اتحاد يان بيت مثلا أتونات واني بلي بفرز مثال مات زيد وعاش عمرو كلاهما أما خالك تونات واني اشتغى بلي مات زيد وعمرو مات زيد وعاش عمرو أم جاب لي كلاهما غلط بو شونك مسندك كان ماتي وكان عاشا اختلاف ينتدايا أتشون بلان دكري اگر اختلافي لفزيان بي بلا ابن مالك وبتبع يد لأخفش اجازي داو مثلا هذا مثال اتواني بلاي مات زيد وفرز مثال وهلك عمرو كلاهما بوچون كهلك ومات لمعنى يقدن يا انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما اما معنى مسندك اتحاديا هي بلان أبو حيان دفرمي أو نيازي بسماع على عرب تابية قانون بلا أبو حيان قابل استفادنيا بلان الله أعلم قصيك ابن مالك قصيك ناما تقين بيو صحيح بيو دروز بيت بس أقل بكلا وكلتا تسنية ما تأكيد كد دبيد مفرد صحيح بي لجي تسنية كده ابن شيء وكل شرحك بحثي كان معنى مسندك وتعاملك أقل دودان أبو نبعت فاتنا وصريك اتحاديا ببياني دو معنى دجبيكيا نبت اوش او بزاو بينج دانا من باس كدن وامجا ويضفنا لضمير المؤكد يضفنا كاليرا دا بحث ذكري نوني جمع مؤنسي بي نونك راجع دبي بو نفس بو عين بو كل بو كلا بو كلتا بو بينج دانا هر بينجي امانة اضافة ذكرين بو زميري مؤكدك يعني بو زميرك إزافة دكرين بخيانة وصلة كدتيتو بو شو بو مؤكدك بو أول فزي كأمان تأكيدي دكرين مثلا كتو دلي جاء القوم أها كلهم كل إزافة كرابر وهم كدتيتو بو مؤكدك كتياك قوم قرأت الكتاب كله هي كتيتو بو كتاب كمؤكدك كتو بكل تأكيد يا كتاني بوكلا وكتشر وها جاء زيد نفسه عينه آوة زور باش وبأجمع جمع وجمعهما غير مضافة ودبالة تأكيد معنوي ذكرت بأجمع ك مفرد مذكرة جمع مفرد مؤنث وجمع كان شيئا جمعي ودوانا
هو لە شەرحەکەدا باسیەکەن ئەمانە ئیزافە ناکرن ئەم دوانە ئەمانە ئەم ئەجمع و جەمع و جەمعەکانیشیان ئەم کۆمەڵە ئیزافە ناکرن بەڵام لە نیەتی ئیزافەدا چییە هەرهان أنه عصاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة بشي دوام نوع دوام تأكيد معنوية تأكيد معنوية بألفاظ كم محصور محصور يعني معدودة يعني قابل جمار دو قابل أوك بجمير درين زور باشا دفر منها بلا منها لرداء النفس والعين نسيوا نتالا دبيل نسخي كذا بقرين شونك اختلاف نسخة زور جاران شيشا ما مدري زقا باوي دوزم تازا معذرة بلا لم نسخي من دام منها النفس والعين لنسخي كذا نسراوا منها كالنفس والعين جا او كافة زور بلام و والله شتيك جالبنا بالواقع بلا منها النفس والعين أو منطقي تلا منها النفس والعين وهما أمدوانا لرفع المجاز عن الذات أما بو لا بردني مجاز دين لموريدي ذاتك ذاتك أقل مجازك رويتيبك بنفس بعين أو مجازتش الدفع دبيت تقول جاء زيد أو ضليتو أم جاء زيدنا فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل من جيء خبره أو كتابه احتمال هي زيد خوي هاتب احتمال هي خبرك هاتب يا نامك هاتب جسد بيامك داوة يا تماسك جرتوا بمجاز أما عنا أنا دخوا بلا يجاء زيد بلان فإذا قلت نفسه وقت يكتد نفسه ارتفع الاحتمال الثاني احتمال دوامك ك ولا احتمال خبري هاتوا نامي هاتوا زنجي داوة تماسي جرتوا أما أنا لا دتشن ولا بد من اتصالهما بضمير ام دوانا بيوي زكاكا متصل بن بزمير كوكا وعائد على المؤكد كدسيت وبوصل شوية بوصل مؤكدك وطلع هذا عزيز نفسه هاي كدسيت وبو مؤكدك كتيك زيدا زور باشا ولك أن تؤكد بكل منهما وحده دتواني بهر دانك منهما لنفسه عين تأكيد كي بل جاء عزيز نفسه يا بل جاء عزيز عينه ودشتواني وان تجمع بينهما بشرط ان تبدا بالنفس ودشتواني جمع اجلبين نفس عين بكي توان يعني لنفس عين لهدو كان استفاده بكي بلان بشرطك الشروع اكل بسبب نفس بيت تقول جاء زيد نفسه عينه ويمتنع جاء زيد عينه نفسه او شي شيء لسريني ناتواني تو عيني بيش خيتو بدو عين داس بكي لا 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 نفس استفاده بكي زور باشا أبا إيه زور شاك إتناتوين لو استفادة بكي بلا إتتو أقل لقل كيانات دبي قطع النبي نفسي لفيا شوداني عيني لدواء بيني ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على وزن أفعل مع التسنية والجمع واجب النفس عين كبو مفرد بكارتينان بمفردي بكاريان بيني لغا المفرد كده وجمعهما واجب جمع نفس عين لسر وزن أفعل بجمع قلة لغا الأودا كمؤكدة كما تسنية بيا جمع بيت تقول جاء الزيدان دلي أنفسهما أعينهما الزيدون أنفسهم أعينهم الهندات أنفسهن أعينهن يتلا جاء الزيداني دا ناتواني بلا عيناهما نفسهما بو شنك قاعدك ويا عرب عادة ينوايا بيقومان بهي الشرايط يقنايا تبكا بلن بين تسنية بلو تسنية إزافة بكا إني مكاري عربانا عرب أبو جورا عادة ينيا بهي جورك تسنية برو تسنية تبكن إضافة بكنا مع عادتي أنا بلا تائرة مطلب واضحة ومنها هلا ألفاظ تأكيد معنوية كل لفظ كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العمومي بوتشيدت أم كلها قازان جكي أويا احتمالي
أوه هي لكلامك دا احتمالي ما بست هي لكلامك احتمالا ما بز لكلامك خاص به بلفزك أو كلفزك عموم بيت مثلا كتو دلي جاء القوم دكرت لم قومك بيسي كسن هجنو يشان هاد بن وصحيح بأمن بلم جاء القوم دما ليرة دا للفزك عام وكو قوم برداشتي خصوص كرا دي شاش حوتك خاصا جمع كنيا أيوانيا دلو ومنها كل لرفع احتمال لرفع احتمال إرادة الخصوص بنفس العموم بولا بردني احتمالي مبستي خاص بلفز عام يعني أم احتمالك هيا إرادة خاص بكل لفزك عامة أم احتمالك هي رفعي أم احتمال بسيدك لي بكل لك كتو كل دينا لواقع دا أما قاعديك عامة قشتيا داك لي اللفظ عامة كبابي تأشيد عموميتي لي ور نجي لداك لي لشي ور جيدت تقول جاء القوم فيحتمل تقول فيحتمل مجيء جميعهم أم قولي كتو دلي احتمالي هاتني هم يعني هي واحتمال مجيء بعضهم احتمالي هاتني بريكش يعني هي وأنك وقتك ما بس بريكش يعني بي عبرت بالكل عن البعض تعبير الدعوة وبكلك لبعضك تعبير الدعوة وبكلك قوما لبعضك كتان كسي كان وش ما مسا إلادي قلتوا الأخوار وكدلي أمشونا شوين إلادك كل بعض ناب ألي أن نسربي أم ألي بدون نسر وبخوش إلى آخره دلك غلطة فإذا قلت وقت يكتد كلهم يكتد جاء القوم كلهم رفعت هذا الاحتمال أم احتمالتها لا برد بس وقت أخوة واندي توارت على دفر من فسجد الملائكة كلهم أجمعون وكل آتك يا ليدا مدي وقت كلهم أجمعون دلي يعني هاتشي أوي ملائكة بولو دائلة قرارك سوزان بو آدم برد لأن كل أجمعون لنبو يا صدانان وكالان كدايا تعبيرك تعبيرك درستو صحيح بو بلام وإنما يؤكد بها بشروط براسي تأكيدك لي بها بكل بچان شرط أحدها يتشان أن يكون المؤكد بها غير مثنى وهو المفرد والجمع أويك تأكيد دخوا بها بكل تأكيد بذلك تصنيع نبيد مفرد جمع يعني مفرد جمع تأكيدك تصنيع تأكيدنا كما يك الثاني أن يكون متجزئا بذاته وبعامله الشرط دوم أويك قابل تجزيبت قابل تجزيبت بتي بخوي بذاتي خوي أو مؤكدة يا بعاملك بلا أتتوب مؤكدك هي ذاتي هي عامله فلو أجر ذاتا قابل تجزيبت كتي فسجد الملائكة كلهم أجمعين سم ملائكة كمؤكدة كي قابل تزيية چونك ملائكة دار أفرادا أو يك أو دو أو سيوك قوم عيا كوم على خلق كقابل تزيا قابل لك جدابونون أمانة لقال يك ككوبونو دبن قوم قوم تشكل الملائكة شرب وجوريا والثانية بعامل مؤكدة ك تزيا كحاصل بك قولك اشتريت العبد كله فإن العبد يتزيد باعتبار الشراء إيسي عبد قابل تزيين يا خوي كدلا قابل تزيين باعتبار الشراء مثلا تو عبد دكري أو سردمك عادد بوا نيوي يقبشي دكري لسن بشين يا إيسي مثلا تو الله اشتريت الحانوت كله مثلا حانوت بواني دلا بدوكان دلا مثلا بفرض مثال دي دوكان بفرض مثال لردا قابل تزيين باعتبار خريد دودانك دكري يا اشتريت السيارة مثلا كلها سياريك دكري كسيارك قابلي تزيه بخوي باعتبار الشراء كعاملك يتي مثلا تو دانك دكري يا تشيشك دودانك دكري تشيشك دانكوني تشيشك دكري مثلا اعوى بفرض مثال زور تشاك وإن كان لا يتجزو باعتبار ذاتي هجن باعتبار ذات عبد قابل تزيين يما باعتبار الشراء بلا قابل تزيين
بلام لولا ولا يجوز جاء زيد كله الناس تقول جاء زيد كله أبو فإن لأنه لا يتجزأ لا يتجزأ لا بذات ولا بنت شون كزيد قابلية تزيه وتقسيم يعني نخوي نبع عاملك نبع خوي قابلية تزيه نبع عاملك قابلية تزيه الثالث أن يتصل بها شرط السوم أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد دبي وصل بها بكل و تشي ضميرك كبتته وصل مؤكدك بس فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كل فيها خلافا للزمخشري والفراء باله علي أفرمي أمل تأكيدني قراءة بريل قراء كدل إنا كل فيها أما إنا كل فيها بلى جاء بلى إنا كل فيها جاء ترى والله أمزة اشتا كمان ليه بلعبوا أني قراءتي بزاني جمهورتي كآتك تبعة للسورة غافر ده آيي تشلوهشت بلى أو قراءة استتوضيحي كلا بارا وأدم شونك بزانم قراءتي جمهوري قرائي سبع شونا بلى قال الذين استكبروا إنا كل فيها أول يرده واضح بلى أو قراءتيك أم بحثي لك ولا كل نيا إنا كلا فيها ده بوابط بلا 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 إنا كلا فيها أو قراءة كقراءتك شازة أو إنا كلا فيها جادي قدك الزمخ شريد علي أواي أواي دفرمي دفرمي كلا خندرا وتو قراءتكش قراءة ابن السميفيع ولا قال عيسى بن عمرة أم دوانية كلا إنا بسورتك قشتي قراء سبع هميان إنا كلن يخرون دوتاني دي قد كب دفرمي زمخشري دفرمي كتوجيه قصاكي فرادك أو قراءتي ابن السميفيع عيسى بن عمر هاتوا إنا كلن فيها فراء ادعائك دوك كلن تأشيد الليلة إنا كلن تأشيدي شوية تأشيدي ناكيا كب إنا ومتصل اسم ناكيا دي أمجا كتأشيدي أواه دي كوها زميرك قرار بو بكله متصل بيبتته بو مؤكدك ايوانيا كوها دالي كلا كبه نسبة خنداتو التأكيد اسم إنيا كناكي ومعرفية بلان زمخشري اتل لخو او جايقا ومتماني لبارع المدى لخو بيدانا كردو اقا زمخشري معتزلية أو سواد علمي نبوايا خدا شاهد أحد الناس ناوي نده هنا كس بزين ده هنائي بره وكو زور كزلوانا كي دعاية أوف كلان كلو حد ناوي ينشور بتو ما حد ناويش بان نبي سو نازعين كين بلان چون كد خاوني أو علم بوا دي قدكي أويا كدبيني فوق العادة لباري توجيهاتي نحوي صرفي وحتى بلاغي دا أستاذي واقعا أئمي بني آدم بوا تبي أوبلي. على كهك جن أو نونا أو تنوينك بكلنهم متصلة إن كلن. آه ها تنوينك أي وزال لمضاف إليه كمحذوف. لا أصل إن عوايا تاولي كلنا أوبو. لا أصل أوبو. زوجك. علامة طيبي برحمة بأفرمي قراءة رفعة تبيعة بل يغتلو جالب ترو جيمت معنى ترى شونك لقراءتك لا لقراءتي لقراءتي بلين رفع كده دتواني بلين كلنا مبتدايا إنا كل فيها دتواني نا بلين كل مبتدايا تاولي أو وقت في هذا بيت خبرك جملة كده تواني بيكينا خبر وتيبو إنا زرتك اتر بهجمان او
ابو حيانش امشت نقل لك ابو قراءتي نسبك وبهر حال يترقصيك شي لسرا ويتركك سيشتي لي مراجع بكتابة تفسيرية كانك مطالبك شي تدعى لكل بلا او اندبو يريه ما كافية لكل. ومنها الاداتي لجملي اداتي تأكيدي معنوي منها كلا وكلتا كلا وكلتاش لوانك بلين اداتي جزء اداتي تأكيدي معنوي وتأكيدي معنوي ام بيدك لي امانه دفرمي وهما بمنزلة كل في المعنى امان لما نادى بجي كل لما نادى بجي كل خاصا بلان بو تأكيدي تسنية تقول جاء الزيداني تو اودلي باشا فيحتمل مجيئهما معا احتمال هي حد كان لغلق هذا وهو الظاهر الظاهر عبارتك جوايا ولك حد كان لغلق هذا هذا عبارتك واقعا وشا هذا كانك حد كان لغلق هذا ويحتمل مجيء أحدهما ومجيء أحدهما فيحتمل مجيئهما وهو معا وهو الظاهر ويحتمل مجيء أحدهما واحتمالية كان هاتبيا وأن المراد أحد الزيدين ونبصي توبي لدو زيد كان يكين هاتبت مريتي اتشت كما قالوا في قوله تعالى وكلم آتدا كدانقت لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وإن معناه على رجل من إحدى القريتين جاريوا بروبيانو عندك دوزيواني قد ما تشيو 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 قرآن خلاص كلام اشتيان خراب ذكرت باشان لأخيا بخوان دادات نواني كد يعني قبل ولا من السحر ونكهانته ونكاري جن ونكاري بشر أم جادي خود بيشتيك ودوزن جاب بحاني عندك أدي باشاو بو أم قرآن دانا دبزي بوصر بياويك قولة للا محمد من القريتين قريتين منزلين في طائف مكة لم طائف مكة باب القرآن دابا زي وسط بيها قلت أسم بوبو محمدي هاد خواق بو بيها يجكش فيها أو بحانا أحد دقل مزا بو بوداني جكنت شوا إيسا على رجل من القريتين دي خو رجل بي رجل نسبة نادر بي بدو قرية بيك قرية نسبة نادر بوصر بيها ويقلو دو قريتين أخد دقلها من بلان بانيش مو سقزيشن نال خوشتی و نکل تو لبانه لدایگ دبی بانه تا ولی سلیمانی لدایگ دبی تو سلیمانی و هولیری نی هول هولیر بی هولیری سلیمانی خو نکلی و پس معنا کی آواه امشت محزوف لعصر ده آها معنا کی بود آن بازی مقرن بوسر پیاک لیکه گل و دو قریانه و بالا دي اما كوتت جاء زيداني دو زيد هن لقال يو كان هميشا وقت يكي شيان بيتو بوت هي تعبير اللي بديتو بلي والله مثلا بجاء زيداني بليتو بتسني بلي تمام بس يكي شيان بهاد بيت چونك هل لأدبياتي خوش من داشتي واهية بلان فإذا قيل كلام وقت يوتت جاء زيداني كلام ان دفع الاحتمال اما احتمالك كي يكيان بيت تياتشو او نامينت اما او وإنما يؤكد بهما بشروط تأكيد ذكرت بهما بكلا وكلتا بشان شرطوا أعمش وكو كل شرطي هي أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين أويك تأكيد أخواب أويك تأكيد ذكرت بهما بكلا وكلتا بدلالتك على سردو بمعنى دوبه بس كلا وكلتا تأكيد تسنية جمعيا بذكرية تأكيد مفردية بذكرية أغشتيك أواهد بالأدبيات يتأويلي هي شازة أما قاعديك بصورتك قشتي أما أو دو الثاني أن يصيح حلول الواحد محلهما هما أتتوب إثنين صحيح بواحد لجيغي يكيان دانيش يعني لفزي واحد زي كان بقلتاني دي فلا يجوز وكو اويك قتمان جاء الزيداني بو اعتباره فلا يجوز على المسبب الصحيح ان يقال اختصم الزيداني كلاهما لانه لا يحتمل ان يكون المراد اختصم احد الزيداني بس فلا حاجه للتاكيد دروز نيه لسر مذهبي صحيح بالله بقوت لي اختصم الزيداني كلاهما غلطه بو چونك ام شرط دوميتي انا تجيغا بلا زيداني تسنية بلا شدي دوم
ئەوەکە احتمالی ئەوە بێت کە منزور لە زەیدانی یەکێک لە دوو زەیدەکان بێ ناخوا لێرەدا پەس نیاز بە تەچین نییە بۆ چونکە ئیختەسەما ساختاری سیغەکە مقتەزی ئەوەیە کە فاعیلەکەی مەسەن دانەیەک نەبێت غەڵەتە بڵێ ئەحەد و زەیدەینی بۆ چونکە یەک نەفەر ئیختەسامی چی دەم بە دەمەی چی تۆ دەبێت نەفەری چکە ببێ و دووە موسێوم ببێتاتۆ دەم بە دەمە دەکەیت ناخو بەتەنێ دەمە دەمەی چ دەکەیت الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى شرط سيوم أو اشتكتو إسناد الدعوة إليهما أو أسندتو إسيتوبو معك إليهما إسيتوبو كلا وكلتا أو اشتكتو كوا ربط الدعوة برو كلا وكلتا دبيل لمعنى دا اختلاف جاوزي تيانا بس فلا يجوز ما تزيدون عاش عمرون كلاهما بو شنك موت معنى كيف يتواني عيش عاشية موت و عیش دوشتی لێک جودان 180 دەرەجا چێشان هەیە لەگەڵێکە پس غەڵەتەشتی وا بڵێ غەڵەتە ناکرێتەوە ئەڕابێشەتی چوارەم ئەن یتەسل بهما ضمیر عەین عەلی المؤکەد بهما دەبێ متەسیل بێ بهما بە کلاوکلتا چی زەمیرێک کە بچێتەوە بۆ کوێ بۆ ئەو کەلیمەیە کە تەچی دەکرێت بهما بەچی بە کلا و بە کلتا بەم چوار مەرجا ئێمە بۆمان هەیە كلا وكلتا ور بقرين تأشيدي تسنية بيبك زور مباركة دواتر بين اخوارا وبرو كوتاي بحثك ومنها اجمع وجمع وجمعهما لوانك اداتي تأكيدي معنى من دوبارا اجمع وجمع وجمع يمتوانيا جمعي اجمع دبيت اجمعون بوابن جمعي جمع دبيت جمع جمع زور تشاكا جاء جمعاوات شان الاخوار تيتي هدك بألف وبتش وانما يؤكد بها غالبا بعد كل بزوري لدوي كله امانه استفادان لذكرت او تشكيل جاري ويا ولا ببي كل استفادان لذكرت فلهذا استغنت عن ان يتصل بها ضمير يعود على المؤكد حل بدويك لدوا كل استفادان لذكري بنياز من ام لفظان لويك متصل بها بم الفاظان هكا بو أجمع وجمع وأجمع نو جمع دشي تواني بيانو وصل بزميرك ويعود على المؤكد كبتيتو بوصل مؤكدك شنك لدوا كل ون حد اكتفادك ان بو زميرك بكل ويا لازم ناك لا أجمع نو أجمع وانا دا زميرك ان بيو متصل كن يبينو بو مؤكدك تقول اشتريت العبد كله أجمع أفرين علي اشتريت الأمة كلها جمعاء اشتريت العبيد كلهم أجمعين اشتريت الإماء كلهن جمعاء القرآن جاءت وقال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون بلان ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل درست تأكيد بم الفازان البكرية بالفزي كل جيل بيشون هاتبت ونمنا قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين كلا بيشتريا كل بكار نجلاوا زهر بجي باشان وإن جهنم لموعدهم أجمعين امش لێرە دا کلی تیا بەکار نەگیرێت بەڵام ئەوەی کە هەیە بە زۆری لەگەڵ کولا بەکار دەگیرێت هاشا ببێ کل و فەسیحیشە و بێ ئیرادیشە و بێ ئیشکالیشە وفی الحەدیسی لە فەرمایشتی پێغەمبەریشدا هاتووە صلی الله عليه وسلم هەر بەو جۆرەیە کە بەبێ کل بەکار گیراوە دەقیق وەڵای سە من نەزانم تا حەدیسەکە لەکوێدایە ئیذا صلى الئمام جالسا فصلوا جلوسا اجمعونا فصلوا جلوسا أجمعون جادي قد كي يروى بالرفع تأكيدا للضمير الرواية دكري حديثك برفعي أجمعون تأكيدا بو زمير كام زمير زميري صلوا كواوك باش وبالنسبة على الحال وبالنسبة لأخوان ديتوان الروايات كلا وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين بلان حال دبيوك أتزعيف دبي بو لاستلزامه تنكيرها لبروي لازم دبد كأجمعين نسبك هي استلزامه بأنه بو نسبك هل زوج جالب يا بو حالك إشكالي يعني لبرو حالك لازم دبد دبنا كيلة بدي ونيا دي وهي معرفة بنية الإضافة أي ونيا أم بنية إضافة معرفة بنية إضافة معرفة زوجك مثلا لمثال كوكو رأيت النساء جمع دا أصلك رأيت النساء جميعهن چونك علم بزميلك هي تشيل لك حس فيك بس بعرف اخو اندري منطقي ترى
وباشان وقد فهم من قولي أجمعوا وجمعوا وجمعهما أنهما لا يثنيان يعني لما أما برداش كلا كأمدوان أجمع جمع تسنياني بس فلا يقال أجمعاني ولا جمعاني أو ناكرت شبو تسني بو مذكرك تسني بو مؤنثك وهذا مصب جمهور البصريين وهو الصحيح كقصيك درس منطقية لأن ذلك لم يسمع شنك تسني أجمع جمع العرب ونبي استراوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.